خليكم معايا يا جماعه، احنا كنا بنحاول نوصل لحاجه تخلي عندنا كرامه، لكن يؤسفني ابشركم اننا هنفضل بدون كرامه. يؤسفني اقول لكم اننا لو دخلنا اي مواجهه في المستقبل هيبقى الحل الوحيد اللي نملكه ان الواحد مننا ينزل على ركبه ويبص العدو باحترام ويتوسل اليه. بليز دونت فاك مي. هو ده الحل اللي نملكه. بليز دونت فاك مي.